أهلا وسهلا من جديد وراح نستكمل بدرس جديد أه، راح نشوف هون لساتنا ب 17 وإن شاء الله راح نخلص هنا توين in a game في لعبة يعني guess my job خمن حزور شغلي each student describes a job and his parent, partner tries to كل طالب بيوصف عمل وشريكه يحاول أن guess what the job is خمن ما العمل يعني كل واحد بوصف شغل يعني مثلا منقول هو بطلع باص بسوق فهو سائق باص شغله بيعتمد على انه مثلا بنظف الشوارع فاكيد هو عامل نظافه هو بروح على شغله ومعه مثلا جنتاي ومعه طباشير فهو استاذ والى اخره يعني فأنتوا بدك تعملوا guess my job يعني خمن عملي the student who guesses correctly is awarded points الطالب الذي او الطالبه الذي التي يحذرون او يحذر او تحذر شكل صحيح ينال نقاطا يعني هذا بالاخير ترجمه واكثر من هيك الصفحه الاخيره بيونت 1 writing اللي هي كتابه وعم بتشوفوا كل قسم عم بكون مكتوب فيه قسمه يعني مثلا writing, grammar, speaking, listening الى اخره مقوله life is a matter of choices الحياه مساله اختيارات يعني بمعنى and every choice you make makes you وكل خيار تختاره أو تصنعه أو تفعله أو تقرره يصنعك هاي مقولة لجون ماكسويل بس مجرد هيك طيب to agree with this quote discuss with the partner يعني انت تتفق مع هذا المقال يعني مع هاي الكوت يعني اقتباس فيعني ناقشوا مع صديقي يعني باختصار هيك شغله الموضوع in no more than 100 words write a composition in which you describe the job you want after graduation في ليس اكثر من 100 كلمه يعني مو اكثر من 100 كلمه كتاب اكتبوا composition يعني composition هو topic composition subject كله يعني. معنا in which you describe حيث تصفون a job you want after graduation العمل اللي بتكون إياه بعد التخرج هذا هو نص الموضوع مثل ما لنا لاحظين What kind of challenges do you expect to face in your future career? أي نوع من التحديات تتوقع أن تواجه في عملك المستقبلي أنا مرة ثانية منك نحطه. هذا هو وإيش هي التحديات اللي بتتوقعوها في عملكم المستقبلي هلا من الأمور اللي لازم تتضمن include the following in your composition يعني تضمنوا التالي في موضوعكم job requirements يعني متطلبات العمل your needs احتياجاتنا expectations توقعاتنا beliefs and knowledge اعتقاداتنا ومعرفتنا طبعا اخر شيء check spelling grammar punctuation يعني تفحصوا او تاكدوا من كتاب spelling هو الكتابه الصحيحه للكلمات قواعد وعلامات الترقيم exchange compositions with a partner and share more thoughts and ideas يعني تبادلوا مواضيعكم مع شريك اعطيه موضوع اكتبوا موضوعكم واعطوهم اياه وشاركوا اكثر افكار اكثر عن الموضوع فمعناته هذا اول موضوع بكتاب البكالوريوس <applause> 1 هو want after هذا هو الموضوع وفي يوم نكون خلصنا الوحده الاولى هلا بقى بالنسبه للعمل بقى بدنا نحكي شوي بالنسبه للمواضيع فخلونا ننتقل على صفحة جديدة بالنسبة للموضوع هو مثله مثل أي شخص حابب يحكي عن شيء معين وهذا بيختلف باللغات يعني بيختلف من ناحية اللغة ولكن يشترك بالطريقة مثلا أنا الفكرة الأساسية اللي بدي أحكي عنها هي فكرة الجوب خلينا نكتبها هون بدي أحكي عن عن عمل طيب هاي هي مثل ما قلنا شايفين الفكرة الأساسية للموضوع واللي هي العمل طبعا أنا بحاول آخذ بعض الأفكار عن شو بدي أحكي مثلا بالعمل يعني شو الشغلات اللي رح أحاول أحكي بدي أحاول أبحث عن بعض الأفكار فبحاول أحط فكرة مثلا مرتبطة بمثلا رح نشوف مثلا راح احاول احط فكره ورا فكره ورا فكره هلا يعني اللي عنده الموضوع جاهز لا لا يضيع وقته خلص يوقف الفيديو ويروح على الفيديو اللي بعده اللي ممكن يكتب موضوع فهذا الشيء ممكن نوعا ما يفيده تمام هلا بقى افكار العمل حابب انا مثلا اشتغل مثال اي مهنه بتكون يا يعني. حابب اشتغل خلنا نفرض صيدلاني تمام حابب اشتغل صيدلاني طيب شو الشيء اللي بدي ممكن احكي عنه ممكن احكي عن موضوع الراتب ممكن احكي عن موضوع الدراسه حتى ادخل صيدلي آه ممكن احكي عن المشاكل اللي بتخلي بتخلي هالمهنه من المهن الصعبه ممكن احكي مثلا آه أحكي. شو يعني صيدلي شو يعني صيدلاني يعني؟ هاي هي, هي عم بحاول أولد أفكار بمعنى generate generate ideas عم بحاول أولد أفكار من الجوب طيب أه بحاول هاي الأفكار تكون مثل ما قالوا لي بالنص أو مثل ما حكوا لي قالوا لي إنه لا تحاول تتضمن أه هاي الشغلات متطلبات هذا العمل والحكينا هي لحتى تصير صيدلي احتياجاتك توقعاتك توقعات مرتبطه بالمصاري مرتبطه بالمشاكل اللي ممكن ترتبط بالعمل هذا بعد ما انا ولدت افكار بحاول اكتب حاولوا ولو انتم هلا حاليا بكالوريا وهذا الشيء ممكن ما ما يحبوا كثير من الاساتذه انه فكروا بالعربي اول شيء يعني انا اول ما افكر بالموضوع بلغتي الام اي لغه ام انا كانت فما فيني اولد افكار ففي البدايه بدي اولد افكار طريقه توليد الافكار مثل ما اتفقنا هي احاول اشوف بعد مثلا بكتب انه الصيدله هي من المهن اللي مرتبطه بانه الشخص لازم يدرس اربع سنوات في الجامعه بعد ما يدرس اربع سنوات في الجامعه لازم يحصل على شهاده وتاهله لحتى يكون صيدلي الجمله الاولى الجمله الثانيه دراسه الصيدله هي ما هي شغله سهله حتى حد يفكر انه يصير صيدله يعني مثلا تمام هاي بالنسبه للنيتس لان الشيء اللي مرتبط عفوا مو نيتز الجوب requirements طيب آه مثلا لا تظنوا انه الصيدله مثلا انه مهنه مثلا بتدخلكم دخل قليل ولا دخل كبير كثير الصيدلة مثلا هي من المهن بتدخل دخل جيد تمام آه مثلا كمان أحد المشاكل المرتبطة بالسي... بالشخص ليكون صيدلاني أو صيدلانية ممكن يواجهوا بعض الأمر المرضى اللي يجوا معصبين وإلى آخره عم تلاحظوا شلون عم نولد أفكار من خلال هذا هذا الشيء فيني أنا أول شيء احاول اصيغ الموضوع بالعربي بعد احاول اترجمه على اللغه الانجليزيه بس مو معناتها جوجل ترانسليت لا معناتها انه انتم تحاولوا الجمله نفسها تحطوها بالانجليزي لانه في اختلاف في التراكيب بين اللغه الانجليزيه واللغه العربيه بحاول انه اكتب الموضوع بالانجليزي بعد ما فكرته بالعربي وفهمت الجمله بكتبها بالانجليزي تمام هي احد الطرق بالنسبه للطلاب اللي عندهم مواضيع جاهزه في عندك طريقة لحتى يحفظوا المواضيع في طريقة طريقة على الشكل التالي إذا كانت مواضيعكم جاهزة وما أنتوا اللي كتبتوها ويفضل أنتوا تكتبوها ولكن بنفس الوقت طلاب ما عندهم أساس باللغة الإنجليزية ما فيهم بالسنة هاي الأخيرة يكتبوا المواضيع بحد لحالهم إذا ما كان الشخص الطالب أو الطالبة كانوا من قبل عندهم قوة باللغة الإنجليزية فلا للأسف صعب بسنة وحدة يكونوا هاي القوة لأن اللغة مثل ما بتعرفوا شيء تراكمي اللغات بشكل عام شي تراكمي طيب رح بعد شوي أه الطريقة الطريقة سهلة كتير ما بدها شيء بتحاولوا بتحاولوا مثلا أه مثلا عم بحكي عن أه الحكي اللي حكيناه من شوي واللي هو الصيدلة بدها دراسة كتير هاي الفكرة الأولى الفكرة الثانية أه الصيدلة مثلا بتجيب دخل منيح كتير فلنفرض بنحاول هيك نلاقي على شيء العلاقة بالفلوس مثلا أو إذا ما لقينا بنحاول نرسمه طيب ممكن يجينا ناس معصبين مع كتير ويتقتلوا معنا هاي مواضيع هذا موضوع جاهز طبعا أنتم ايش عملتوا بهذا الموضوع الجاهز حولتوا الجمل لصور بحيث عقلكم هاي اسمها الخرائط الذهنية بتسمع عن هيك شيء بحيث انه العقل حفظ انه في عندي أربع صور الصورة الأولى مرتبطة بالدراسة وبدها دراسة كتير وممكن الواحد مثلا يتعب كتير لحتى إيش اسمه يصير صدراني فلوسة منيحة هاي رسمة إنه فلوسة منيحة بيجونا ناس معصبين كتير وبيعطوني وصفة لازم أنا أصرف لهم الدواء هاي الشغلات بتعلم العقل انه يحفظ جمل اذا جيتوا حفظتوها هيك بصم بصم بدون ما تعرفوه ما رح تعرفوا تكتبوا رح تنسوا بالفحص بسبب ضغط الفحص اما اذا كل موضوع حاولتوا ترسموا له رسمات تختصروا بصير عقلكم بحفظ بتذكر الرسمه بيعرفوا الجمله هي اسهل طريقه لحتى تحفظوا موضوع مكتوب ما أنتوا اللي كتبتوه حاولوا تحاولوا لرسمات هاي الرسمات مثل ما اتفقنا بتساعدكم انه اه تحفظوا اه او ما تنسوا الموضوع لانه هو بالاخير هذا مو موضوعكم تحفظوا وتحاولوا انه اه تخلوا هذا الموضوع يعني بالفحص في حال اجاكم تعرفوا تجاوبوا هيك بنكون خلصنا الوحده الاولى